مع الأسف إنه كل شيء في موجود بالحياة يعني التعليم يعني هو تعليم حقيقي. يعني أنا أتمنى مثلا أطفالي ما بروح على لا بالحضانة ولا ابتدائي ولا إعدادي ولا جامعة ولا أن يتعلموا، لأنه يلغوا فيك سياسة الأنا أو يلغوها إلى أن تكون تلغي الأنا تبعك لتكون مع القطيع أو تكون مع الجماعة. إذا الناس الكبار إذا بيعطوا معلومات لك بأي شيء يعني ديني أو مجتمعي أو لاهوتي بيشوفوا أنه في ثمة أخطاء أو غير متفق حوله. أنا مع الكائن الرعوي أو الكائن الوحيد الذي يبني مجدا من ذاته لذاته. يعني أنا لما بدأت الرسم ما يعني على أكاديمي محاد كذي أشخاص مشروع كان شخصي، يعني ما دخلت بحوارات مع الآخر أو أني بدي أخذ معلومات كيف واحد برسم شو المواد شو التكنيك شو الشغل بعدين كيف تنضم إلى نقابة ما مشان توصل مشروعك او بتاخذ كارنيه انك انت نقابي مثلا مشان شغلك. لا مو هو هيك. يعني انا شغفي لما اقرا نزار قباني او تي سي ال يو او شعراء لبنانيين او العالميين مثلا هو شغف. انا برسم للشغف وليس للمال، المال تحصيل حاصل. وانا لما كنت مخطط على الاطلاق انه بدي احصل اموال من عملي، فأنا رجل متقشف وعزول. أنت وفرت لي غرفة صغيرة في منطقة عشوائية، أو أكلت في اليوم الواحد علبة سردين مرشرش عليها قليلا من قطرات الليمون الندي مع شوي من دبس الرمان أو النعناع، فهذه حياتي. حياتي أنا أفتح راديو وأسمع أغاني فيروز في الصباح. حياتي أن أبقى وحيدا مع هذه الأشياء البسيطة المتقشفة، فأنا زاهد في الدنيا. هذا كان هو مخططي. لكن المخطط انقلب بفعل هذه اللوحة. أنا ما كنت أحب أني أبيع لوحات، ما بحب اللوحات تكون بأسعار كبيرة، وما بحب انه هي تأتي لي بالاموال يعني الوافرة. وانا ما بحب البطر، بكره البطر، بحب اكون بعيش ضمن قانون متماسك. يعني بغرفة الجدران تبع لازم يكون 10 كيلومتر، ما لازم يكون فيها شباك وما فيها الشباب. تواصلي مع الدنيا مع الحياة بهذه الطريقة، او اكون كبوديا يذهب إلى الجبال تاركا البشر والرعية ليكون وحيدا، وحيدا مع صلاته. هكذا قلت وتمنى خاب ظني على الخير.